الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ إدريس ربوح، وكذلك من باريس بالكاتب والمحلل السياسي يحيى مخيوبة. أهلا بكما أستاذ إدريس ربوح، وأنت في إسطنبول مراقب ومتابع للشأن والهم الجزائري، 6 أيام عن نهاية الحملة الانتخابية أو الإعلامية للانتخابات الرئاسية، ما الذي يظهر لك في المشهد ويبرز بشكل واضح؟ المشهد ما زال كالبداية، بمعنى هناك انقسام كما وصفه التقرير في الشارع الجزائري بين مؤيد الانتخابات وداعم لهذه الانتخابات، لكن هذه الانتخابات تبقى كمهمة جدا وتاريخية في الجزائر، خاصة وأنها تأتي في ظل حراك شعبي قوي، بمعنى أن السلطة ليست متعودة أن تنظم انتخابات في ظل حراك شعبي، وبالتالي الفرصة مواتية لمن يريد التغيير عبر الانتخابات لتحقيق التغيير المأمول والانتقال نحو ديمقراطية. نعم، الحراك الشعبي ما زال متواصلا، وكذلك هنا قوى أو مرشحين قريبا من المعارضة ينافسون مرشحي السلطة، وبالتالي كل هذه الظروف مهيئة لأن تكون الانتخابات متميزة والفرصة حاضرة لأن يكون أحد ممثلي المعارضة في رئاسة الجمهورية الجزائرية ولأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة. هذا ما يميز الانتخابات القادمة في 12 ديسمبر القادم. كذلك هناك محاولة لتشتيت الرأي العام حول مسائل ليست لها علاقة بالشأن الجزائري، وخاصة من أطراف خارجية. هذه الأطراف الخارجية التي تريد أن تنحاز لطرف الساحة الجزائرية، لكن الشعب الجزائري رغم أن يرفض كل هذه التدخلات، حتى من الذين يرفضون الانتخابات لا يريدون أن يتدخل أي طرف في الشأن الجزائري، الجميع يريد أن يبقى الشأن شأن جزائري محض ولا تدخل فيه أي قوة خارجية. طيب أستاذ يحيى مخيوبة، وأنت في باريس وأنا على مدى الاهتمام الفرنسي بما يجري بالجوار، برأيك لماذا تصدر فجأة موضوع التدخل الأجنبي؟ هناك من يرى على الساحة الجزائرية من أراد أن يوظف هذا الأمر لتأليب الرأي العام، واعتبره بمثابة فزاعة للدخل عبر إظهار الوطنية إنجاز التعبير. اولا، الجاليه الجزائريه المقيمه في الخارج، انا شخصيا حضرت البارحه مسيره لاكثر من 30 الف جزائري مقيم في اوروبا، قمنا ونظمناها في بروكسل عاصمه الاتحاد الاوروبي، عاصمه بلجيكا وعاصمه الاتحاد الاوروبي، كي نقول لهذا الاتحاد لا نريد اي تدخل من طرف هذا الاتحاد او من اي حكومه اوروبيه او من اي حكومه اخرى في الشان الجزائري، وان الحراك الشعبي الذي يرفض الانتخابات ويرفض الحكم العسكري ويرفض الدكتاتورية يرفض كذلك التدخل الأجنبي. من استدعى التدخل الأجنبي أو من استدعى الأجنبي في هذه القضية الجزائرية هو النظام، هو الرئيس بن صالح عندما ذهب في تلك المقابلة البائسة مع الرئيس بوتين في روسيا عندما كان في موقف حرج وحرج جدا، هي وزير خارجية النظام وزير خارجية حكومة بدوي سيد رمضان عمامرة عندما أرسل إلى روسيا، عندما أرسل إلى الصين، وصالح جوجير رئيس مجلس الأمة الجزائري عندما أتى إلى فرنسا منذ 10 أيام ليتكلم أمام مجلس الشيوخ الفرنسي ويقول اطمئنوا الجزائر بخير وإننا نسيطر على الأوضاع. يعني الذي يستدعي التدخل الأجنبي أو الأجنبي هو النظام، هو النظام نفسه ووزراءه ورؤساء مجالسه. الحراك الشعبي الرافض للانتخابات لا يريد أي تدخل أجنبي، ولا زال مصر على الحل السلمي التوافقي الجزائري الخالص. عندما يقول ضيفكم من إسطنبول أنها هي سوف تكون انتخابات رئاسية مفتوحة وفيها تنافس وأنه فيها ممثلين معارضة، هذا كلام مردود عليه. يعني الخمس مترشحين الذي قبلتهم الطغمة العسكرية اليوم هم كلهم من أبناء النظام، سواء كانوا من جبهة التحرير الوطني أو من التجمع الوطني الديمقراطي، هذا الحزبين الذي أسسوا إلى الخراب السياسي، الخراب الاقتصادي، الخراب الاجتماعي الذي نعيشه اليوم. يعني كيف لنا أن نقول أن السيد علي بن تفليس معارض، أو السيد عبد المجيد تبون معارض، أو السيد عبد العزيز بلعيد معارض، أو بن قرينة معارض؟ هذا كلام مردود عليه. الشارع الجزائري في مجمله أو في أغلبيته الساحقة يعني ضد هذه الانتخابات. تكلمتم في المقدمة عن محاولة المسيرات التي يعني أريد لها أن تكون يوم السبت الماضي لتدعم هذا المسعى الانتخابي وتدعم المؤسسة العسكرية. يعني في الجزائر العاصمة لم يتجاوز عددهم 1000 أو 1500 شخص
في حين يوم الجمعة يوم قبل يوم السبت خرج الملايين في العاصمة وخرج الملايين في وهران وفي عنابة وفي قسنطينة وفي المدن الجنوبية لتقول لا للانتخابات. يعني لا مجال للمقارنة بين الحراك الشعبي الرافض لهذه الانتخابات المهزلة الانتخابية ومن هم محسوبين من جبهة التحرير الوطني واتحاد العام العمال الجزائريين الذين هم منظمات سياسية ونقابية يعني اخترعوا أو يتم تسييرهم من طرف المخابرات العسكرية. يعني لا مجال أن نقارن ما بين ما يسمى بالجزائر وكالين الكاشير الذين يخرجون يوم السبت لا يتجاوز عددهم في القطر الوطني 20 أو 25 ألف مواطن في بلد يعني فيه 43 مليون جزائري. لك أن تعلم أخي العزيز أنه في بلجيكا في بروكسل كنا أكثر من 30 ألف جزائري. يعني الجزائريين الذين خرجوا البارحة في بلجيكا أكثر ممن وظفتهم المؤسسة العسكرية في كل قطر الوطن. طيب دكتور إدريس ربوحي، ربما تابعت الملاحظات للكاتب والمحلل السياسي يحيى مخيوبة، انتخابات رغما عن إرادة شعبية وتجاوز عن مطالبها برحيل الجميع، وجميع من الآن مترشحون للانتخابات كانوا في السلطة ويحسبون على السلطة وإن اختلفوا أو ابتعدوا عنها، كيف يمكن لهذه الانتخابات التي وصفتها أنت بأنها تاريخية أن تحوز على الغطاء الشرعي والشعبي؟ يعني ألا يخشى من أن تكون هناك شعبية معطوبة مزيفة تتدخل السلطة ربما إذا لم تشأ أن تزور أن تقوم برفع نسبة التصويت حتى تعطيها غطاء ما شعبيا؟ أولاً أنا لم أقل بأنها انتخابات مفتوحة كما قال ضيفكم من باريس، هذه الأولى. ثانياً قلت انتخابات تاريخية لأنها تأتي في ظروف خاصة لم نشهدها في الجزائر من قبل، لم نشهد طوال الديمقراطية الجزائرية منذ انتفاضة أكتوبر 88 ولا انتخابات تحت ضغط شعبي وتحت حراك شعبي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، النظام في أسوأ وضعه، وضعه كذلك المعارضة في وضع يمكن أن تفتك رئاسة الجمهورية. أولاً عندما نقول المعارضة لابد أن أذكر ضيفك من باريس إذا كان ليعرف تاريخ بعض الشخصيات السياسية التي ترشحت. علي بن فليس هو عارض، كان مع أبو تفريقة بالعودة الأولى نعم، لكنه عارضه منذ 15 سنة. عبد القادر بن قرينة لم يكن في يوم الأيام مؤيد أبو تفريقة، وإنما هو كان معارض وكان مشارك في حكومة اليمين زروال، ثم أقاله أبو تفريقة بعد ذلك وأسس حزبه في السنوات الخمسة الأخيرة، ولم يؤيد هذا الحزب ولا مرة عبد العزيز أبو تفريقة. هاتين الشخصيتين على الأقل عبد القادر بن قرينة وعلي بن فليس هم من المعارضة وكانوا يناظرون لسنين طويلة ضمن هياكل المعارضة الجزائرية، سواء هيئة التشاور المتابعة للمعارضة الجزائرية أو أرضية جماعة أرضية مازافران ثم أرضية عين البنيان. إذن هؤلاء ينتمون إلى المعارضة وليس هناك خلاف في الجزائر بأنهم من المعارضة. إذن لم يعارضوا بوتفليقة لسنين طويلة. نعم إذا تحدث على عبد المجيد تبون وبهوبي فهم رموز نظام بوتفليقة، نعم وافقوا في ذلك هم من رموز بوتفليقة، لكن أن نقول أن الجميع هم من جماعة بوتفليقة فهذا مجانب للحقيقة وليس بالحقيقة في شيء. كذلك أقول أن هذه الانتخابات تأتي والمعارضة لها فرصة لافتكاك منصب رئاسة الجمهورية، لأن السلطة نعرفها عندما تكون في وضع صعب كما شاهدته في سنة 1999 وسنة 1991 عندما كانت في أسوأ وضعها وهي التي نظمت الانتخابات والمؤسسة العسكرية كانت حاكمة، لكن عندما كانت في وضع صعب سمحت بمرور انتخابات نزيهة وشهدنا إفراز مجالس الشعبية ولائية وبلدية في سنة 90 منتخبة وحرة، ثم في سنة 91 شفنا انتخابات حرة كذلك سواء في التجربة الأولى في جوان 91 ثم التجربة في ديسمبر 91. إذن عندما تكون السلطة في حالة الضعف فهي ملزمة تحت ضغط الواقع أن تسمح بانتخابات حرة ونزيهة. أنا لا أقول أنها ستكون انتخابات نزيهة وإنما هي ستكون أفضل انتخابات رئاسية أفضل مقارنة بالانتخابات السابقة. كنا في 95 نعرف من هو رئيس الجمهورية الجزائرية، كنا نعرف منذ البداية أن اليمين زروال سيكون رئيس الجمهورية، وكنا نعرف في 99 و2004 و2014 و2009 و2014 أن بوتفليقة سيكون رئيس الجزائر، لكن لحد الساعة لا نعرف ولا واحد يقول بأن فلان هو الرئيس. في البداية قالوا بأن عبد المجيد تبون سيكون رئيس، اليوم نسمع بأن عبد المجيد تبون ليس هو مرشح السلطة وقد يكون مهوبي، والآن الناس متخبطون من يكون رئيس الجمهورية المدعوم من السلطة. في اعتقاد أعتقد هذا التخبط جاء من عدم بأن الانتخابات غير واضحة هذه المرة، وبالتالي
وبالتالي الفرصة قائمة لمرور أحد مرشحي المعارضة في الدور الأول أو يمرون إلى الدور الثاني. طيب أستاذ مخيوبة، هل المرشح السلطة واضح لك من باريس الدولة العميقة برأيك سترشح من إذا ما كان محسوبا على السلطة؟ وقد أوضح السيد إدريس ربوح فيما يتعلق بعلي بن فليس رئيس الأسبق، وكذلك مدة المعارضة أن تكون مع بوتفليقة في زمن ما وتختلف معه وترحل بعيدا، لا يعيب ذلك وربما من الإجحاف أن يضع الجميع في سلة واحدة. من وجهة نظرك هذه الانتخابات كشفت لك عن مرشح السلطة من هو الرئيس المقبل، أم كما ذكر إدريس بن ربوح اليوم صورة غامضة عائمة والسلطة لن تذهب إلى تزوير إرادة الشعب الجزائري؟ أولا الديمقراطية في الجزائر لم تكن هناك يوما ديمقراطية في الجزائر إلا ما بين سنة 89 وجانفي 92 أو 26 ديسمبر 91، وبعدها أجهدت السلطة العسكرية الانتخابات الحرة، انتخابات شرعية 26 ديسمبر، ووصل السيد بن غرينا من يقول عليه ضيفكم من إسطنبول أنه معارض، وصل أن يكون نائب رئيس البرلمان أو المجلس الوطني الانتقالي الذي نسميه المجلس الوطني الانقلابي الذي انقلب على سلطة الشعب وأصبح نائب رئيس مجلس وطني انقلابي لم ينتخبه الشعب، في حين كان النواب الحقيقيون الذين انتخبهم الشعب في 26 ديسمبر كانوا في السجون وكانوا في الصحراء ومطاردين. ثانيا بن فليس هو من يعني رفض ومنع الجزائريين والجزائريات من السير في العاصمة في منذ 2001، وهو من كان مدير حملة عبد العزيز بوتليقة وابن الأفلان في جبهة التحرير الوطني. نحن لا نزايد على أحد، لكن عندما تقول من هو الرئيس، أنا أقول لك أخي الكريم، الرئيس هو الجزائريين غير مهتمون أصلا بهذه الانتخابات ويرفضون أصلا هذه الانتخابات. يعني نحن نرفض أن ننساق في هذا السيناريو المراد لنا أن ننساق فيه من هو الرئيس. الرئيس يعني الخمس مترشحين هم أبناء السلطة، هم من رضت عنهم أو من وافقت عنهم السلطة العسكرية الفعلية. يعني إن كان بن غرينا أو إن كان بن فليس هو يعني في الأخير سوف يكون دمية في يد القيادة الأركان أو في يد قائد الأركان سيد أحمد قايد صالح. الدليل على ذلك سيد بن غرينا منذ يومين يعني قال أنه له ملاحظات حول الحملة الانتخابية وسوف يكون يعني بشكوى يعني إلى رئيس الأركان. يعني أنت لا تؤمن بهذه الانتخابات، نعم. وأنت لديك وجهة نظر فيما يتعلق بنهاية المطاف من سيأتي على رأس الحكومة في الجزائر، نعم. سيكون دمية بيد الجيش. أستاذ إدريس